كانت بصمة الإصبع وعبر أكثر من 100 سنة سبباً في إرسال عشرات الآلاف من البشر إلى السجون. إنه الدليل الجنائي الكلاسيكي الذي يستطيع أن يربط المجرم بمكان جريمته. يظن كثيرون أن اكتشاف بصمة الإصبع شكل ولادة التحقيق الجنائي المعاصر. إن كل واحدة من بصمات أصابعنا فريدة في نوعها، حيث تتألف من خطوط بارزة وتموجات تترك أثراً في كل ما نلمسه تقريباً. تعتبر البصمات مهمة جداً في محاربة الجريمة، إضافة إلى إمداد محامي الادعاء بأسباب القوة في المحكمة، بحيث إن الأدلة التي لا يمكن دحضها تعتبر ناجعة في ميزان العدالة. كلما عملت على قضية وأخبرت بأن واحدا من الأدلة يدل على أن بصمات الموكل موجودة على غرض يربطه أو يربطها بقلب الجريمة، أشعر بأنني أواجه مشكلة كبيرة. يخضع كل موقع جريمة بشكل روتيني لعملية بحث عن البصمات، سواء أكانت تلك الظاهرة للعين المجردة أم تلك التي تحتاج إلى أجهزة فحص حساسة. سنرى لاحقا البصمة التي غيرت مجرى جميع التحقيقات الجنائية وتسببت بإرسال قاتلين إلى المشنقة، وكيف قلب مكتب التحقيقات الفيدرالية الطاولة على المجرم الشهير ماشين غان كيلي من خلال استعمال بصمة واحدة من الضحايا بهدف سوقه إلى العدالة. إضافة إلى قضية الشرطية الاسكتلندية تشيرلي ماكي التي حاولت التشكيك في نزاهة البصمات وحاولت إثبات أن البصمات قد تكذب. كانت فضيحة هزت أوساط ذلك العلم العريض. على الرغم من كون البصمة حجر أساس في التحقيقات الجنائية المعاصرة، لكن هل يمكن أن تحتمل بصمة الإصبع الخطأ؟ بدا الأمر وكأنه مجرد قضية ضد مجهول بعدما استدعي عناصر من شرطة كيلمارنك في اسكتلندا عام 97 إلى منزل ماريون روس البالغة من العمر 51 عاما. عثر على المرأة في الحمام وقد طعنت في عينها وحلقها بواسطة مقص. توجه الخبراء الجنائيون إلى موقع الجريمة خلال ساعات بهدف البحث عن الأدلة. تم إغلاق المنزل ومن ثم تسجيل اسم كل شخص دخل أو خرج من المكان. جرى تعيين تشيرلي ماكي الشرطية في قسم التحقيقات الجنائية لتولي القضية، إلا أن واجبها لم يأخذها إلى داخل المبنى. لم تكن هناك آثار لكسر وخلع، هذا ما دفع المحققين كي يظنوا أن ماريون روس عرفت قاتلها. بدأ فريق المحققين بتتبع كل من دخل بيتها مؤخرا. بعد جمع عدد كبير من البصمات في موقع الجريمة، تم التركيز على بصمة تعود إلى رجل متعدد الحرف يدعى ديفيد أسبوري. كان قد أتم عمل بناء لصالح ماريون روس في الماضي. وجد المحققون مبلغ 1400 جنيه استرليني في علبة داخل غرفة نوم أسبوري. أصر أسبوري على أن هذا المال يعود إليه، لذا وبهدف التأكد أرسلت الشرطة المال لإجراء تحليل له. تم إيجاد بصمة على العلبة لم يستطع تفسيرها. لم يكن هناك أي شك عند الخبراء الجنائيين، فلقد تطابقت البصمة مع بصمة الضحية ماريون روس. كنت أقول طوال الوقت لا، هذا غير معقول، فالعلبة لي ولم أخرجها من الغرفة. من غير المعقول أن تكون بصمتها، لابد من أن واحدا وضعها. تم اتهام أسبوري بارتكاب جريمة القتل.
كانت هناك مشكلة واحدة، فخلال فحص موقع الجريمة تم إيجاد بصمة الشرطية تشارلي ماكي على باب الحمام. إلا أن الشرطية لم تدخل المنزل. قلت أنا ورقيب آخر في الشرطة في الوقت عينه: هذا محال لأننا لم نكن داخل البيت. شكل عام 1880 في صحيفة نيتشر اقترح فيها استعمال بصمة الإصبع كوسيلة للتعرف على المجرمين. أطلق المقال نقاشاً وقاد إلى دراسة جادة حول بصمة الإصبع أجراها العالم البريطاني السير فرانسيس غولتون، ثم أثبت أن البصمات لا يمكن أن تورث، وأثبت أن التوأمين المتشابهين يمتلكان خطوطاً بارزة وتموجات مختلفة. بدأ غولتون بوضع نظام تصنيف أساسي لبصمات الإصبع، تحول عمله ليصبح أساس النظام المستعمل حتى يومنا هذا. صنف غولتون البصمات ضمن ثلاث مجموعات استطاع في كل منها رؤية وتحديد أكثر الخاصيات وضوحاً: الأقواس، الحلقات، الثنيات الحلزونية. استعملت بصمة الإصبع عام 1900 كدليل في تثبيت التهمة في جريمة قتل مروعة، وتم إثر ذلك إرسال مجرمين شهيرين إلى المشنقة. تم اكتشاف الجريمة عندما وصل المساعد ويليام جونز إلى عمله في متجر شابمان للعطور والألوان في شارع دانفورد، وهناك وجد المتجر مغلقا بخلاف العادة، فلقد كان صاحب العمل المدعو توماس فارو البالغ من عمر 71 عاما يفتح متجره باكرا. إلا أن العامل لم يستطع فتح الباب، لذا قام بالنظر عبر فتحة البريد، إلا أنه ذعر مما رأى واقتحم المتجر من الباب الخلفي. لقد وجد العامل جثة توماس فارو على الأرض في خضم بقعة دم كبيرة ناتجة عن إصابة بالغة في الرأس. هرع جونز إلى الشرطة، ثم وجدت آن فارو ممددة على الأرض ومغمى عليها بسبب ضربة على رأسها. تم استدعاء طبيب وتلا ذلك نقلها إلى المستشفى. كان أمل الشرطة متمثلا في استعادة آن فارو لوعيها والمساعدة في التعرف إلى من هاجمها، إلا أنها توفيت بعد 4 أيام من الاعتداء. تحولت القضية الآن إلى جريمة قتل مزدوجة. ثم أدركت الشرطة وبسرعة أن السبب الأساسي وراء جريمتي القتل كان عملية سرقة. وجد صندوق لحفظ المال فارغا في أرض غرفة النوم حيث وجدت الجثتان، كما عثر على دليل مهم تمثل في قناع مصنوع من حرير أسود، وعثر كذلك على قناعين مشابهين في الطبقة السفلى، وهذا ما أكد وجود أكثر من مجرم. فحص صندوق المال رئيس قسم التحقيقات الجنائية في شرطة سكوتلاند يارد ملفن ماكنوتن، وجد المحقق بصمة في الجزء الداخلي للقناع. كان ماكنوتن من مؤيدي استعمال بصمة الإصبع كوسيلة لتحديد الهوية، رأى أن هذه القضية مثالية وستؤيد نظرياته في هذا العلم الجديد، ثم أرسل صندوق المال إلى مكتب جديد للبصمات استحدثته شرطة سكوتلاند يارد. كان المكتب تحت إمرة المفتش المحقق تشارلز سكوتلي كولينز، علما أن مكتب البصمات بدأ عمله منذ 4 سنوات فقط. كان كولينز يعد أفضل خبراء إنجلترا في مجال البصمات، إلا أن التقنية التي قام بتطويرها لم يسبق لها أن أقنعت أي هيئة محلفين خلال أي جريمة قتل سابقة. علم الرجل أن مكتبه يقدم على مخاطرة كبيرة، إن الفحص الدقيق لجريمة قتل قد يفوض القيمة العلمية لبصمة الإصبع ويفتح باب السخرية العامة. فحص كولينز أثر البصمة بعناية وحدد أنها تشكلت نتيجة عملية تعرق، وبدا له أن الأثر يعود إلى الإبهام اليمنى. تمت مقارنة الأثر ببصمات عائلة فارو اللذين يمتلكان المتجر. كانت تلك أول مرة تؤخذ البصمات من الجثث بهدف استبعادهما من التحقيق. كانت هناك بصمة عائدة إلى ضابط شرطة شاب عمل لنقل الصندوق،
وقد تم استبعاد ذلك الشرطي من التحقيق، ومن ثم كانت هناك بصمة ثالثة تعود إلى واحد من الأخوين ستراتن. كان ألفريد ستراتن معروفاً عند الشرطة بأنه محتال تافه على صلة بعالم الإجرام، كما أن أخاه ألبرت كان أيضاً شخصية معروفة، لذا تم القبض عليهما وتوجيه التهمة ضدهما وسيقا إلى محكمة أولد بيلي. بدأت الشرطة ببناء عوامل قضيتها مع بداية المحاكمة من خلال تقديم تقرير الطبيب الشرعي التابع لوزارة الداخلية والمتعلق بجثتي ألفارو. تم وصف الإصابات التي تعرض لها الزوجان العجوزان. اقترح الطبيب الشرعي أن تلك الإصابات قد تكون ناتجة عن أسلحة تشبه أدوات يمتلكها الأخوان. استدعي أكثر من 40 شاهداً إلى المنصة بهدف ربط الأخوين بمكان الجريمة، إلا أن الشهادات كانت متناقضة في أغلب الأحيان. لم تكن هناك أي شهادة كافية لإقناع هيئة المحلفين، لذا تعلق الأمر بالبصمة التي وجدت على صندوق المال. كان المدعي العام السير ريتشارد ميور رجلاً خبيراً وحذراً، لذا عمل مع ضابط الشرطة لصنع مجموعة من البطاقات يمكن بواسطتها عرض البصمات على هيئة المحلفين وتأكيد أن الأخوين ستراتن متورطان بالجريمة من دون أي شك. لدينا هذا الدليل والمتمثل في صورة مكبرة لبصمة إبهام والتي أخذت من على الصندوق المالي الذي وجد في بيت ألفارو المقتولين. عرض المحقق كولينز على هيئة المحلفين صندوق المال الذي أحضر من موقع الجريمة إضافة إلى البصمة التي وجدت عليه، ثم بيّن تطابقها مع بصمة الإصبع اليمنى لألفريد ستراتن. تم تصوير البطاقات وتكبير حجمها، ونتج عن ذلك رؤية واضحة للثنيات المختلفة للبصمات. يوجد خط يبدأ من اليمين ثم يمتد على شكل هلال، هذا هو التحديد رقم واحد. بيّن كولينز وجود ما لا يقل عن 12 نقطة تشابه ما بين بصمة إبهام ألفريد والبصمة التي وجدت على صندوق المال. بدت هيئة المحلفين متأثرة بالعرض، وخصوصا حين قام كولينز بتوضيح تقنية الحصول على البصمات بعدما أخذ بصمة أحد المحلفين. شدد القاضي على أن استعمال دليل البصمة الإبهام يجب أن يتم بحذر، إلا أنه اعترف بالتشابه الكبير الموجود. عاد المحلفون إلى غرفتهم ومكثوا أكثر من ساعتين ليتوصلوا إلى حكم. شكلت القضية تقدما كبيرا في علم بصمات الأصابع، حيث وجد الأخوان ستراتن مذنبين بجريمة قتل. أثبتت البصمات أهميتها في المحكمة، وهذا ما أمن سلاحا جديدا للمحققين كي يحاربوا الجريمة به. ما كان ليوجد دليل ضدهما من دون تلك البصمة، فلقد حصلا على مبلغ كبير من المال ولم يشاهدهما إنسان وهما يخرجان من المتجر. لم تكن لدينا الأدلة الوقائية. على الرغم من وجود التقنيات المتطورة في القرن 21، فإن احتمال الخطأ فيما قد يبدو دليلا جنائيا تاما موجود دائماً.